بمناسبة صدور مجموعتها الشعرية الجديدة شباك الوجيع، أقامت الكاتبة الكبيرة السيدة باسمة بطولة لقاء أدبي على مسرح الحبشية غزير بحضور نخبة من الوجوه الثقافية والاجتماعية المعروفة، والمناسبة تحولت لمناسبتين مع صدور كتاب الدكتورة جينان بلوط بعنوان جماليات التشكيل الفني في شعر باسمة بطولة، واللي تم إطلاقه أيضا خلال هالندوة. وعلى هامشة كانت ولدت السيدة باسمة بطولة بوسام الأرز الوطني برتبة ضابط تقديرا لتاريخها وإبداعها الغني. رائعة تقدم لك هالوسام. شعرة والكاتبة الكبيرة باسمة بطولة كانت سعيدة جدا بتكريمها بهالحدث الثقافي المميز. ست باسمة بطولة، أول شيء بدي أقول لك مبروك التكريم. إيه شكرا لك، شكرا كثير. خبريني شوي، هذا اليوم مبسوطة بهذا التكريم وبالندوة وبالناس اللي إجت لتحضر؟ إيه حقيقة ما فيني أقول لك إني إلا مبسوطة. مبسوطة جدا بحضوركم كلكم، بحضور الإعلام اللي مثلكم بالأحرى بالأغاني وبكل اللي إجوا، كلهم أصدقاء وكلهم مستوى مثل ما شفت، يعني ما حدا من مكان. والله لقيته إنه تكريم من رئيس الجمهورية إنه يفكروا بشاعر أو شاعرة، لأنه هاي أول مرة بتصير. فعلا قدرت هالشغلة، وكمان حسيت باعتزاز انه نقوني بين كل شعراء لبنان حقيقة. فانا طبعا بشكرهم وبشكركم انتو، وكل واحد حكي كلمة فيي كمان، هيدا حط لي وسام اهم واهم. هالموقف هيدا ما بيتكرر. ليش قلت بالقصيدة تبعي انه هالهنيات كيف احبسها؟ بالقصيدة الصغيرة هذه الهنيات كيف أحبسها، لأنه هيدي لحظة ما بتتكرر دايما. يعني مبسوطة فيها لقاء مع الأصحاب، قد إلنا ما التقينا بسبب الكوفيد وبسبب ألف شغلة ما عم نلتقى بالعالم. بقى أنا عندي عيد الليلة هاللقاء هو بحد ذاته، وبالإضافة إنه في حدا بمستوى رفيع رئيس الجمهورية عم بتقول لك يعطيك العافية، وهيدا كمان أنا عندي مهم كتير. بعيدا عن التكريم، بطولة حدثتنا عن كتابها الجديد وعن تحضيراته وتفاصيله. اليوم بس تكوني عم تكتب كتاب، قد ايه بياخد معك وقت؟ حسب، هيدا الكتاب الأخير اخد تقريبا، هو مجموعة اخد شي سنة تقريبا، بس مش اني عم بكتب كل يوم كل يوم، بكتب حسب ما كون محمس إلى موضوع، يعني يمكن يأخذ معي أكثر أو أقل، ما إلى علاقة الوقت. مش من أول واحد بيشوفون؟ ما حدا بيشوفون، هلا أنتوا عم تشوفون أول مرة. بتعطيه مثلا لأولادك ليشوفون يقرون؟ لا لا لا، بخليهم لحالي، وبعدين اللي دقون بيكون عارف قبل الكل اللي دق الكلمات. إيه بس إنه ما بقراهم لحدا، انه تعال شوفوا شو ما مش معودة مش معودة هيك. اليوم الكتب تبعك مترجمة لأكثر من 7 لغات، قد هذا الشيء يعني بيحملك كمان هيك مسؤولية وبيعطيك فخر؟ طبعا طبعا، بحس انه واحد اذا ظهر من لبنان كمان ما بيمنع يتعرفوا عليه، لكن انا بعتبر انه الترجمة نوع من خيانة للنص الاول. الشعر العربي وخصوصا الاصولي صعب كتير يترجم. ليش؟ لأنه كل لغة إلى عبريتها وإلى جماليتها، صعب كتير إنها تترجم وتطلع بنفس المستوى بغير لغة. هيدي أنا مؤمنة فيها، ومش هيك ما بحرج إنه لازم شعري يترجم. عارف كيف؟ إنه بنبسط إنه إيه ترجمه، بس مش هيدا اللي بيطلع النتيجة الأحلى. لا، عارف كيف؟ تخلل الحدث عرض لأبرز لوحات باسمة بطولة التشكيلية، فإلى جانب الشعر هي أيضا فنانة تشكيلية معروفة، كما أن والدة المخرج المبدع باسم كريستو اللي كانت فرحته مش سيعته بهاليوم. باسم كريستو، أدى اليوم مبسوط وفخور بالوالدة؟
يعني ما بخبرك درجة الفخر مش طبيعية. يعني لو أنا عم بتكرم ما بنبسط قد ما مبسوط للوالدة، وخاصة أنه عم تستحق وسام الأرز برتبة ضابط ولأول مرة لشاعر شاعرة. هي على كل حال سعيد عقل قال عنا يوما ما أهم شاعر وشاعرة. بقى كمان يعني دايما فخور بالوالدة باسمة بطولة، إن كان بشعرها ولا بفنها التشكيلي وبالرسومات الحلوة اللي بتعملها. قاري الكتب تبعها؟ أكيد كلهم؟ لا لا، بس قاري يعني إذا مش قاري كل الكتاب كون قاري مقتطفات، لأنه هن قصايد. يعني أوقات في قصايد بتلفتك أكتر من قصايد، بس تما يكون مثالي مش كل الكتب. لا، الوزيرة السابقة ميشة ضياء أصرت على حضور هالاحتفالية وعبرت عن احترامها الكبير لقيمة الشعرة باسمة بطولة. تكريم تستحقه السيدة الشاعرة العظيمة باسمة بطولة، لأنه من أصدق الشاعرات ومن أرقى الشعر هو اللي بتقدمه. أنا من أشد المعجبات فيها من زمان. يعني ست باسمة شو بدي لك، قيمة ثقافية منفتقدها بهالأيام. يعني لما بيحكوا عن النساء الرائدات بفتكر السيدة باسمة بطولي هي الرائدة بعالم الشعر، مش بس بلبنان وإنما بالعالم العربي كله. وأنا فخورة لأنه إلي أكثر من سنة كانت عم بفتتح الميديا أورد سيريموني يلي مننظمها سنويا، ويلي عطول المخرج بيكون صديقنا باسم كريستو، بشعر للسيدة باسمة بطولي، خصوصا لما بتحكي عن بيروت وعن انفجار بيروت. واليوم أتحفنا التينور جابرييل عبد النور بأغنية من شعرة للسيدة باسمة بطولي، ومبروك لإلها وسام من رتبة ضابط. هذا فخر كتير كبير، ويمكن كان لازم تستحقه بعد قبل من هلا، بس يعني اسم الله بحضورها ونشاطها وكلمتها الصادقة اللي قدمتها والشعر اللي قدمته بالآخر بتكبر القلب وكلنا فخورين فيها. التنور جابرييل عبد النور حدثنا عن علاقته بشعر باسمة بطولة اللي غناه بأكثر من مناسبة. جابرييل عبد النور اليوم عم تشارك بالندوة، سمعنا صوتك كمان، خنيت لنا شعر من قصايد سيدة باسمة بطولة، خبرني شوي عن هذه التجربة اليوم. تجربة غناء للست باسمة مش جديدة، من أعمالها بالفصحى، من أعمالها بالدارج، من أعمال مرتبطة بالجيش اللبناني، بالوطن، ببيروت، بالحب بأبها معاني بإطار الصوفي كمان. الست باسمة تربطني فيها علاقة استثنائية، يعني على الصعيد الشخصي الإنساني هي أخت بالنسبة لإلي، هي مرجع لإلي على الصعيد الإنساني، وأيضا على الصعيد الثقافي والشعر، شعرتي الأولى، فنانتي التشكيلية الأولى. وأنا اليوم بعتبر أنه في عدل على هالأرض، كان لما شاعرة بقيمتها على طول منقول أنه ما في نبي مكرم ببلده، اليوم حقيقة لا، بالعكس شفنا قامة شعرية ثقافية إبداعية تشكيلية كبيرة كرمت هي وعلى قيد الحياة. لأنه شو له معنى الوسام لما بينحط على تابوت هالمبدع؟ فهيدي كانت فرحة لألي، وهيدا وسام كأنه وسام بخصني. الشاعر القدير ميشيل جحا حضر الاحتفال وتحدث عن قيمة باسمة بطولة بعالم الكلمة. بسمة الشعر بي، بسمة الشعر جوهر التيجاني، يا ربيعا أغر من نيساني، ألف أقسم الحرف أن مثلك ما صار لعرش القريض بعد اثنتان، سين سورة أنت، سورة أنت من كتاب المعالي، خطها السحر هالة للزمان، ملكك الفن ريشة من خيال ويراع سمو عبقر باني، هلل المجد بالهي، هلل المجد مذ خطرت إليه ثم ألقى إليك بالصولجاني. باسمة بطولي أميرة من أميرات الشعر العربي.
تخلل الندوي أيضا كلمات لكل من الشاعر الدكتور الياس غيب، الشاعر والإعلامي حبيب يونس، دكتورة الأديب كلوديا أبي نادر، الشاعر والباحث سلمان زين الدين، والشاعر سعد الدين شلق. أما الإعلامية ريما صيرفي فتولت تقديم الندوة. هذا الوسام بقول مبروك عليه، لأنه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط. أنا كتير فرحانة أنه هي من الناس يلي كرموا على حياتهم، بعكس كتار غيرها من المشاهير يلي مع الأسف كرموا النعوش يلي هن فيها. الله يطول بعمرها وبعمر قلمها وريشتها ولوحاتها، وإن شاء الله كل أوسمة المحبة تكون موجودة لها لباسمة بطولي. حدث ثقافي غني ومميز، شهدنا على تفاصيله مع الشاعرة الأديرة باسمة بطولة، على أمل هالتكريم يكون أعطاها بعض من حقها ويكون محفز لها لتقديم المزيد والمزيد من الإبداع.